الشخصيه اللي كنت عاملاها بتاعت رانيا دي مين اللي كان عامل الدايركشن؟ انا دايركشن اللي هي اللي بتفتي قوي واللي بتحاول. لا دايركشن اللي بتفتي قوي ده المؤلف. اه طبعا. لكن الـ 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 الشكل والانجليش الكتير اللي ما لوش معنى انا والعربي المكسر. لا ده استاذ صادق صباح بقى استاذ امير شوقي تقول ايه يا بيبي من كتر من كتر ما انا بقول بيبي فبابا وماما يقولي ايه يا بيبي من كتر ما علقت معاهم. طب بتقولي ايه بالك رانيا وش الخير عليا يعني انا كنت بسافر الساحل رانيا سافر دبي رانيا. مش نفسك ترجعي تعملي مسرح؟ طبعا. طب وطبعا دي اللي موقفك يعني انت بقيت عارفه تعملي ميوزيكال؟ اعمل ميوزيكال اعمل مسرح وبشريط معين. لا ثانية لا ميوزيكال فروم اي تو زي لقاء. في حاجة اسمها تجارة، في حاجة اسمها صناعة، في حاجة اسمها كوميرشال. لو عندي مسرح ميوزيكال دلوقتي بالشكل ده وفروم اي تو زي محدش يخش. لا هيخشوا. احنا ليه ما بنتوقعش في الجمهور ان ممكن يتقبل حاجات؟ احنا موجودين بس مش لازم يبقى مسرح ميوزيكال، ممكن يبقى في استعراض يعني شريهان بجلاله ابراهيم. لا انا يعني ودي نجمه الاستعراض. لما عملت شارع محمد علي ولما عملت عشان خاطر ابنك كانت مسرحيه فيها استعراض. طب مش لازم اقول لك حاجه يعني. يا معلم انت بتحب مكرونه مكرونه بشاميل احنا حلو الكلام ناكل. حلو الكلام ماشي. رحت انا جايبه عملت لك باستا برضو او مكرونه بالبشاميل بس بواي مختلف. لو طعمها حلو هتدوق اول معلقه هتنبسط هتبتدي تكمل. ده اللي احنا المفروض نعمله. وليه؟ النهارده في ذوق عام. انت وظيفتك انك ترتقي بالذوق العام. صحافه اعلام فن. حلو. انت دلوقتي هتقدم حاجه ميوزيكال. احنا شفنا خلاص الاستعراضي في الاستاذ شريان عملته يهبل وكل حاجه وكان في اغاني في النص. طب ما تبتدي تجرجر الناس تزود شويه. اعمل ريستاتيفات في النص يعني مش ضروري كلها مزيكا. في حاجه اسمها ريستاتيف اللي هو الناس بتغني بس من غير على توناليتي واحد وكمل بالاغاني. والله صدقني لو مقدم حاجه لو حلوه لو جاتلك مسرحيه عاديه كان عندي ذوق المدق ميوزيكال. لو جاتلك مسرحيه عاديه هتعمليها؟ لا. طب انا يعني بعد لا دي انا هضطر انسحب. انا مبسوط قوي ان انا كنت معاكي النهارده ومبسوط بالحلقه.